قال عبد الله حدثني أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني سكن بن المغيرة قال حدثني الوليد بن أبي هشام عن فرقد أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فحث على جيش العسرة فقال عثمان بن عفان علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها قال ثم حث فقال عثمان علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها قال ثم نزل مرقاة من المنبر ثم حث فقال عثمان بن عفان علي 100 أخرى بأحلاسها وأقتابها قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بيده هكذا يحركها وأخرج عبد الصمد يده كالمتعجب ما على عثمان ما عمل بعد هذا قال عبد الله حدثني أبو موسى العنزي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا سكن بن المغيرة قال حدثنا الوليد بن هشام عن أبي طلحة عن عبد الرحمن بن خباب السلمي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فحض على جيش العسرة فذكره